اي دور نهائي ما ثماش اي فريق وصل للنهائي معناتها فريق عنده امكانيات طيبه. احنا بطبيعه ما ثماش مباراه ناخذوها كل مباراه ناخذوها بجد. دور نهائي تلعب في الميدان ما تلعبش في المدارج. ان شاء الله نكونوا العباد بعد البطوله الافريقيه هذه يكونوا جاهزين خاطر توين البطوله الافريقيه يوم الاحد بعد مباراه شمس المصري. بدينا دخلنا في التركيز مباراه النهائي حضرنا مباراه النهائي اليوم اول تدريب بعد يوم الاحد وان شاء الله يكونوا جاهزين ان شاء الله نكونوا في يومهم البنات باش نفوزوا بمباراه النهائي ان شاء الله. بالنسبة للعبات نادي انس فيقس اكتمل النساء بعد رجوع كوثر الجماعي من الإصابة أكيد تكون حاضرة في المباراة إن شاء الله. إن شاء الله تكون حاضرة في المباراة أكيد. البوا نتاع كوثر في الإيكيب عنده قيمة من ناحية معنوية من ناحية الفنية كيف كيف. إن شاء الله تجم تعاون الفريق في المباراة هذه. بالطبيعة نادي انس فيقس في حاجة لكل لاعبات نتاعو وتعرف انت مباراه كاس ديما انسان عنده لاعبه عندها امكانيات طيبه عندها خبره كبيره وتعرف انت كوثر معناتها وكما عندها في المنتخب عندها وزنه في المنتخب في نادي الصفاقسي كيف كيف هي قيدومه الفريق هي قائد الفريق وان شاء الله تجم تعدي الاضافه في المباراه النهائيه ان شاء الله. نقطة أخيرة بالنسبة لمرتبة السادسة اللي حصلتوا عليها في البطولة الإفريقية ونادي الصفاقسي يعتبر معناها منظم البطولة بحكم أنها البطولة أقيمة في تونس. أمام فريق شاب مثل اسكو هذا ينجم معناها يأثر على اللاعبات ولا؟ والله احنا البطولة الإفريقية معناتها عملنا معناتها مباريات طيبة. بالنسبة لنا احنا كان الأوبجيكتيف نتاعنا هو الوصول دور نصف النهائي. تعرف أنت تفقد لعبة في قيمة كوثر الجماعي من المباراة الأولى وانهزمنا ضد الفريق اللي فاز باللقب ثلاث أشواط مقابل شوطين بين الشوط الخامس 15 مقابل 13 في إصابة كوثر الجماعي. وتعرف أنت بعد ما كملنا المباراة نتاع الفريق الكاميروني احنا بدينا نحضر النهائي ما نكذبش عليك. ديجا احنا قبل مباراة شمس المصري خدمنا حصة تقوية العضلات حصة كاملة معناتها مش هكا اللي يشتر حصة تحضيرا لمباراة النهائي. ومباراة شمس المصري أنا بالنسبة لي أنا كمدرب ثلاثة أشواط الأولين هما يكفي بالنسبة للفريق لتحضير كنا معناتها نفوزوا بثلاثة أشواط مقابل صفر. انهزامنا كان على غالب